يعني احنا عندنا حاجه اسمها لايف ستريس بوينت. لايف ستريس بوينت ده اللي هو الكروب الحياتيه، بتاخد زي درجات كده. اعلى درجه، اعلى درجه هو فقدان ابن او ابنه، بياخد 100 من 100. 75 فقدان اب او ام. كويس. الجواز او الطلاق 50، يعني قصدي يعني فيها تدريج، فيها تدريج طبعا. بس فقدان شخص طبعا، بالذات شخص مهم، وخد بالك مقدار الحزن الطبيعي مرتبط بكيان الشخص وقيمته في حياتك. طبعا. يعني في واحد امه، اوكي امي ما زعل عليه، لكن امي ما كانتش مؤثره قوي، او واحد امه مؤثره جدا، او واحد اخت مؤثره جدا، او مدى الارتباط بينهم وبين او مدى الارتباط. وبالتالي الحزن والمشاعر الانسانيه دي مشاعر طبيعيه، نحترمها جدا، احترمها جدا طالما لم تؤثر سلبا على هذا الانسان بصوره مرضيه. يعني مثلا طبيعي الحزن على فكره في الطب النفسي، ان الواحد الجريف، النورمال جريف اللي هو الاسى عن فقدان انسان، بيتراوح حوالي شهر. طبيعي يعني تفضلي حزينه لمده شهر. ما بقولش بس بعد الشهر هنقعد بقى نهزر ونضحك، لا مش قصدي، بس قصدي الحزن ما بقاش بنفس الحده ونفس الالم، الم القلوب اللي بتقول عليها ما بقاش بنفس القساوه. بعد شويه الحزن ده بيختفي، يعني مش بيختفي، يعني بفتكر ماما، بفتكر بابا، وعيط شويه، بس قصدي ما بقاش يوجع زي الاول، مش بنفس درجه الموقف في يعني وقت ما حصل الموقف. ما بيوجعش. نفسه لما عندنا بقى الاسى ده او الحزن اكتر من 3 شهور، لا ده احنا عندنا مشكله. اكتر من 3 شهور؟ يعني الطبيعي من شهر، ماكسيمم 3 شهور. بعد الشهر ببتدي انا اقلق كدكتور. بعد 3 شهور طبعا لازم اتعالج، وبياخد علاج، ويعني بعالجه كانه حاله اكتئاب نتيجه ضغط ما، سواء بقى كان طلاق، جواز، فشل، ايا كان، بيتحول من اسى او جريف الى مرض. الى مرض. ناخد التليفون.